أهلا بكم من جديد مشاهدينا في جولة العراق اليوم من قناة رافدين، ونواصل الحديث عن الحملات الإغاثية التي تقوم بها منظمة أم القرى. وينضم إلينا عبر الهاتف من الأنبار المنسق العام لمنظمة أم القرى الدكتور عبد القادر محمد ليطلعنا على الحملة الأخيرة التي قامت بها المنظمة. أهلا بكم دكتور، وكنت أسألك قبل قليل عن تفاصيل هذه الحملة التي قمتم بها في مخيمات عامرية الفلوجة. نعم، شكرا جزيلا. الحقيقة تأتي هذه الحملة الأخيرة في ضمن حملات مستمرة بين المنظمة منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية في دعمها للنازحين المتواصل المستمر والاطلاع على أحوالهم المعيشية في مختلف المحافظات حيث التي تشهد وجود مخيمات النازحين. وكانت هذه الحملة قدمت فيها المنظمة 500 من حمالية على 500 عائلة موجودة في ضمن مخيمات عامرية الفلوجة في محافظة الأنبار. هذه يعني الحملة غطت جميع سكان هذه المخيمات. قدمنا المساعدات المالية التي يعني هي تخفف من معاناتهم ولو جزء يسير مما يعانونه في ظروف النزوح الصعبة. نعم دكتور عبد القادر، بالحديث المعذرة على المقاطعة، بالحديث على هذه الظروف الصعبة التي يمر بها النازحين، كيف تبدو أوضاعهم خاصة في ظل التصاريح الأخيرة للحكومة المتواصلة بقرار إغلاق المخيمات؟ في الحقيقة هم يعني وضعهم صعب جدا، يعني هم لا يكون أي مأوى آخر، يعني لا يمكنهم الرجوع، هم يطالبون بإعادة ولا منازلهم، كثير منهم من سكان جبل الصخر الذي يعني أكثر من 7 سنوات والحكومة لا تستطيع على إعادتهم إلى منازلهم. يعني لا نقولهم يعني تعايشوا مع هذا الوضع، ولكن يعني هم مكرهون، يعني تأقلموا بهذا الوضع الصعب وهذه مخيمات النزوح، وبدأ يعني نشأ الجيل الأطفال والنساء في مخيمات النزوح والشتات، يعني فلذلك يعني هم يعني ولا يمكن لأحد أن يتصور معاناتهم إلا بالوقوف والاطلاع على أحوالهم والسماع منهم بشكل مباشر معاناتهم، ويكون قلة الغذاء والدواء وجميع اشكال يعني الحياه الكريمه التي يحتاجها الانسان، ولا سيما في ظل هذه الظروف الصعبه التي يمر بها البلد. فالكثير يعني المنظمات يعني تباطات في الفتره الاخيره وعادت الى قبولها بعد شهر رمضان المبارك، انقطعت كثير المساعدات كانت تصلهم. الآن عادت أوضاعهم إلى ما قبل رمضان وهم بحاجة إلى دعم وتواصل. الحمد لله منظمة القرى متواصلة معهم بشكل مستمر، يعني الوقوف على حاجتهم لتأمين متطلبات الحياة التي يعيشونها. دكتور، لو تحدثنا عن الخطة المستقبلية للمنظمة في استهداف هذا المخيم وغيره من المخيمات. نعم، في الحقيقة لدينا نشاطات متعددة. اليوم كان لدينا يعني حفر آبار لمناطق النازحين، ولا سيما نازحين جبل الصخر وفي منطقة البيبز. الحمد لله اليوم أملنا حفر بئر، وكثير من هذه العوائل يعني نقول استوطنت هذه المناطق الزراعية وبدأ يشتغلون ويعتمدون على انفسهم في تامين رزقهم. فاليوم المنظمه ايضا ستصلنا التوثيق والصور يعني ان شاء الله يوم غد. يعني لدينا مشاريع اغاثيه مستقبليه ان شاء الله للمواد البدائيه في منح ماليه وحفر ابار في هذه المناطق التي يشهدها الناس.
شكرا جزيلا لكم المنسق العام لمنظمة يوم القرى دكتور عبد القادر محمد، حدثتنا عبر الهاتف من الأنبار.